بيدخل وبيخترق، لا يريد واحد يكون قريب منه عشان يكمل. نعم محمد، لماذا تأخر منتخب من الشوط الأول؟ أنا أعتقد أن يعني بعد الهدف السوري أصبحت الأمور بالنسبة لمنتخبنا أكثر وضوحا. إحنا اليوم افتقدنا فعلا لحسين الحضري، افتقدنا للاعب اللي يمرر الكرة للمهاجمين أو صانع لعب حقيقي. كل الكرات لو لاحظناهن اللي استفاد من المنتخب سواء كانت على أخطاء أو حتى فرص مش فرص حقيقية شبه حقيقية، هي من كرات طويلة، كرات لعبت من الحارس أو من المدافعين بشكل مباشر خلف المهاجمين على أساس أنه يجري مع المهاجم. لو كان معنا لاعب وسط يجيد التمرير بشكل دقيق أعتقد أنه كان ممكن يعني هذا الإضافة. بالنسبة للكلام اللي قالوه الكباتن يعني أنا أتفق معهم، بس هي هذا الإضافة، إحنا محتاجين فعلا للاعب يشغل المهاجمين معه، لانه في مساحات في منتصف الملعب. المنتخب السوري جالس يضغط على منتخبنا من الثلث الاول لملعبنا، يعني لو شفنا اي لقطه في المباراه المهاجمين السوريين مع لاعبين الوسط يضغطوا من الامام، وبالتالي هنا خلق مساحات. ولاحظنا كم توغل وكم كره نازله ثانيه كره قاسم سعيد اللي سددها. اذا في مساحات في النص لازم يشتغل عليها حمد العزاني في الشوط الثاني، لازم ينزل لاعب واحد من الكبار اللي نتكلم عنها قاسم. لازم سقط الكره ما موجوده عندك قاسم، بعيد عن مستواه وما اعرف يعني انا حتى عمليه استدعائه في هذه الفتره عليها. طيب هيثم، ابرز ملاحظاتك على ابرز ملاحظاتي انه انا شاهدت تضييق المساحات على لاعبي المنتخب الاولمبي من قبل اللاعبين السوريين، يعني ما كان هناك حريه، بعكس انه اللعيبه السوريين صح هم ما قدموا يعني المستوى المطلوب، لكن عرفوا كيف يوصلون المرمى سواء كان هذا الهدف هذا وحده من قاسم طبعا هذا الكره الثانيه. المشكله انه كان هناك ضغط على لاعبي المنتخب الاولمبي في منطقه الوسط، فكان يفترض ان يكون هناك حلول على الاطراف. يعني انا ذكرت قبل بدايه المباراه نتمنى ان نلعب على الاطراف بصوره فعاليه اكثر من اللي شاهدناه احنا، لكن ايضا انا يعني اوافق راي الزميل عبد العزيز، اقول انه قاسم ما كان بيومه، حتى انت ذكرت ابو تركي على هذه النقطه. توقع هذا يعني ليس الغرض انه احنا نقلل من شان اللاعب، لكن حتى يقوم مستواه يعني بالمباريات المقبله. ايضا ركزت بالبدايه على انه يجب الانتباه بالنسبه للمدافعين، التنظيم الدفاعي، وايضا حارس المرمى، وهذا اللي حدث. يعني شفت انه في بعض الاحيان انه انت تلعب ما هي الفائدة تطلع خسران، انت تلعب بالمباراة فريقك يكون اكثر استحواذ لكن بالنتيجة تطلع خاسر بسبب الاخطاء. فيعني حتى هذه اللحظة ما لاحظت هناك علاج او حلول بالنسبة للمدافعين او بالنسبة لحارس المرمى. حارس المرمى ما نريد الحملة اكثر، لانه الحارس يمكن اليوم يعني انا هذا شاهدت الحارس في الدوحة وكان حقيقة في حينه متألق، يعني كان اشترك بدلا من مهند في تلك البطولة وقدم مستوى جيد، لكن للأمانة في مباراة اليوم يعني احنا ما شاهدنا يمكن هيثم هو يتحمل جزء، لكن نعم المدافعين ايضا يتحملوا جزء اكبر. التغطية كانت سيئة، احنا ما نتحمل لكن يعني نتمنى انه هذه الامور كلها يعالجها الكابتن حمد، لانه انت مثل ما ذكرنا بالبداية بكره ممكن تلعب مع منتخبات قوية مثل اليابان. خلي ياخذ يوم خلي سهير يتكلم، تفضل سهير. انا خالد، المنتخب مشكله ينقصر الاداء الجماعي، وهذا الدقيقه 20 والدقيقه 26 والدقيقه 30 تاكد ان المنتخب ينقصر الاداء الجماعي. يعني في فرديه وانانيه في فرديه كثيره واكثر عن اللازم. الدقيقه 20 والدقيقه 26 والدقيقه 30 هذه دقائق تبين المنتخب يفتقد اللعب الجماعي. يعني نريد نسجل هدف باي طريقه وعن طريق ان نرمي الكره في 18 الخصم، يعني ما في حتى لعب جماعي. حتى المنتخب السوري يعني من خلال المباراه هذه اللي شفناها ما بالمنتخب اللي توقعناه القوي واللي ما يسمح لك انك تلعب كوره. الكرات الثابته تكلمنا عنها، قلنا من الاشياء اليوم اللي نريد نشوفها نريد نشوف الكرات الثابته. الكرات الثابته تلعب بطريقه واحده بنفس بنفس الطريقه، كل الكرات اللعبه بنفس الطريقه، ما في شيء تكتيكي في الكرات الثابته. فاحنا اللي محتاجينه اكثر من يعني بالاضافه اللي قالوه الاخوان، محتاجين اللعب الجماعي. منتخبنا اللعب الجماعي غير موجود اطلاقا. اتصور حتى الخط خط 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 دفاع المنتخب لحد الحين ما عولجت الاخطاء اللي موجوده في خط دفاع المنتخب على الاقل. يعني بس ما كان في اختبار سير، ما كان في اختبار، لكن
لكن يعني الكره الثابته اللي حتى جاء من لا لا ما الاختبار عبد العزيز، يعني انا ما اتكلم عن الاختبار، اتكلم عن خصوصا الاطراف الجانبي رقم 17 اللي هو باسم رقيمي وعامر تركيز في تسديد الكرات مثل هذه الكره. بس كابتن سهيل بالنسبه للضربات الثابته احنا لما نتكلم في الضربه الثابته حتى طريقه وقوف الضربه الثابته الهدف اللي سجل علينا يعني مدافعينا ما كانوا حاضرين. لا حتى ضربات ثابته بالنسبه لنا احنا ما درنا ايش التكتيك اللي احنا نتكلم عنه. انت اذا عندك لاعب يقيد تسديد الضربات الثابته من يقيد؟ خلينا نقول بالنسبه لنا حسين الحضري ومنصور النعيمي. قول لي يا محمد قول لي اللاعب شاهدنا قاسم يسدد. نتكلم بشكل عام يا سيدي. منصور النعيمي او حسين الحضري؟ الحين قاسم سدد. كم سنه منصور؟ كم سنه منصور يلعب في المنتخب؟ كم من الفاولات اللي سجلهم منصور عند 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 منتخبنا؟ وش لاعب متخصص؟ في جوانب تكتيكيه في 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 الكرات الثابته. سهل اهم شيء لا تعصب سهل. طيب لا ما اعصب لكن شو المطلوب في الشوط الثاني عبد العزيز؟ انا ذكرت المطلوب. انا يعني واحد يقرب من حمود. جزئيه الاداء يعني الاداء الجماعي في الجوانب الهجوميه مطلوب.